السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ممتاز من قناة جيمنج اونلاين. اخباركم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في اليوم ده شباب، اخيرا رسالة جديدة من كونامي وتفاصيل التحديث اللي نزل النهاردة الخميس للعبة اي فوتبول 2022. طبعا كل خميس بيبقى فيه صيانة، فبيبقى فيه اضافات. هنستعرض الاضافات دي اللي نزلت النهاردة يوم الخميس، وكمان هوريكم الرسالة الجديدة اللي نزلت من كونامي النهاردة. اول رسالة شباب من كونامي، كاتبين انهم هم بيدرسوا اعادة تقديم اي فوتبول 2022 بريميوم بلاير لحزمة الماي كلاب اللي هي فيها اساطير، بيدرسوا انهم يقدموها تاني والناس تشتريها مرة تانية. اللي اساسا انا اعتقد انه ما فيش حد هيشترى الحزمة دي، انا شخصيا مش هشتراها. يعني اللعبة لازم ينزلنا تريلر قوي للعبة يليق انه يكون جيل جديد، ماشي الجيم بلاي مقبول وتعدل، لكن برضو لازم يبقى فيه رسوميات وينزلوا الاطوار. انا مش هشترى الا لما اشوف اللعبة مكتملة فيها اطوار ويبقى فيه كلام رسمي من الشركة. واعتقد برضو ان انتوا اللي بتتفرج عليها دلوقتي اكيد ما فيش حد فيكم هيشترى الحزمة دي مرة تانية. طيب المهم كاتبين انهم هم بيدرسوا اعادة تقديم الحزمة دي تاني بعد مراجعة المحتوى، بيقولوا احنا هنعلن عن التفاصيل بمجرد تأكيدها قريبا. وكاتبين كمان انهم هم بيعتذروا جدا، يعني بيعتذروا مرة تاني، وبيقولوا انه فريق التطوير بيبذل مجهود كبير عشان يقدر يقدم لكم لعبة ممتازة في ربيع 2022 اللي هو الربيع هيبدأ في شهر 3. كاتبين انه فريق التطوير بيبذل مجهود كبير عشان يقدر يقدم لكم لعبة جميلة في ربيع 2022، يعني قدامهم 4 شهور. هي ده شباب اول رساله من كونامي، انهم بيدرسوا اعاده تقديم حزمه بريميوم بلاير اللي هي حزمه اللاعبين المميزين اللي بيبقى فيها اساطير لدور الماي كلاب. وبيقولوا يعني مش متاكد لغايه دلوقتي، بيقولوا احنا هنعلن قريبا عن التفاصيل بمجرد ما نتاكد بشكل رسمي. نيجي شباب للاضافات اللي تمت النهارده في تحديث يوم الخميس، كاتبين انه طبعا احصل على ما يصل الى 3 فرص عقود التوقيع. دي اللي ما فهمهاش هقولها لكم دلوقتي، من خلال انك تلعب مباريات اونلاين طبعا بلاير ضد يعني لاعب ضد لاعب. وبيقول يعني فترة الحملة دي موجودة لغاية ما الإصدار 1.0.0 ينزل، يعني بعد 3 شهور لسه الحملة دي مطولة. المهم لما بتلعب 10 مباريات هتحصل على فرصة التوقيع مع لاعب واحد فقط. فرصة التوقيع بتخليك توقع مع لاعب واحد بس، لو لعبت 10 مباريات هتاخد عقد واحد، العقد ده بيخليك توقع مع لاعب. لو لعبت 15 مباراة هنا هتاخد فرصتين التوقيع مع لاعبين. طبعا العقود دي هتستخدمها لما الماي كلاب بينزل. ولو لعبت 20 مباراة هنا هتاخد 3 فرص انك توقع مع لاعبين، يعني 3 عقود انك توقع مع لاعبين. وكاتبين يعني انه عقود التوقيع مع لاعبين الموجودة دي هي نفس الموجودة هنا اللي هوريها لكم اللي هشرحها لكم دلوقتي. وكاتبين كمان عشان تعرف انت لعبت كم مباراة تتوجه الى الاعدادات دي ماتش هيستوري. وكاتبين ملاحظات الماتش هيستوري هيخليك تشوف اخر 20 مباراه انت لعبتها، اخر تفاصيل 20 مباراه انت لعبتها بشكل كامل، الهزيمه والمكسب، يعني لعبت كم مباراه بشكل عام. وكاتبين انه المباراه اللي انت لعبتها قبل ما الاعلان ده ينزل اللي هو اللي فيه تفاصيل عقود التوقيع، يعني وانك تلعب 10 مباريات تاخد فرصه واحده و20 ماتش تاخد 3، الاعلان ده يعني المباراه اللي انت لعبتها قبل الاعلان ده برضه هتبقى محسوبه من ضمن ال 20. يعني لو انت امبارح لعبت 5 مباريات وجيت النهارده بعد الاعلان لعبت 5 مباريات، كده انت هتبقى لعبت 10 مباريات وهتاخد فرصه توقيع. طيب شباب باختصار، فرصه التوقيع دي هي بتخليك تسجل مع او توقع يعني مع الاساطير اللي انت شايفهم حاليا، دول منهم بيكهام، روماريو، وانزاغي، وفورلاند، وبايول، وليفر خان الحارس ده طبعا، وفيرا كمان، هم دول اللاعبين او الاساطير، وكارلوس كمان هو موجود، وكامبل. المهم هم دول الاساطير اللي انت هتقدر توقع معاهم خلال فرصه التوقيع لما الماي كلاب بيكون موجود في اللعبة. ولكن ملاحظة مهمة جدا هو انه الفرصة التوقيع دي مش هتجيب لك لاعبين مكررين، يعني انت لو جالك مثلا فيرا او ناكاتا، لو جالك ده مش هيجي لك تاني فيرا او ناكاتا، مش هيجيك منهم اي واحد تاني. طالما جالك مثلا كارلوس خلاص كده كارلوس جالك، فرصة التوقيع مش هتجيب لك كارلوس مرة تانية، يعني مش هيبقى فيه لاعبين مكررين. طيب شباب كده تكون وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وشكرا جدا على الدعم الاسطوري اللي بشوفه منكم والتعليقات الجميلة، شكرا جدا. وسلام، استنوا في الفيديوهات القادمة.